فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، هل ينصح بحفظ القرآن أولا ثم يتدرج بعد ذلك بالعلم، أم أنه يبدأ بالحفظ ويطلب العلم معا؟ نعم، يحفظ في وقته ويطلب العلم في وقت آخر، ما يتزاحم، الحمد لله، وسع الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.